نعم تفضل تفضل. اذا هلا اليوم راح نطلع على الداتا شيت تبعت الدايودز. في داتا شيت جبنا اياها ايمن، ثلاث داتا شيتس لباور دايودز. زي ما بتتذكروا المره الماضيه حكينا الدايود، لما وصفنا الدايود حكينا انه في عندنا اربع بارامترز، في بارامترز ثانيه بس في اربع بارامترز رئيسيه بدنا نحاول نفهمها ونشوفها نطلعها من هذا الباكج. هذا هون الداتا شيت، هاي تو دايودز، هذا رقم الدايود من هون. عاده الرقم بيحتوي شيء عن الفولتج تبعه، عاد راح تلاقي انه في ريفرنس للفولتج تبعه. هلا راح نشوف، اظن واحد منهم كان 1000 فولت وواحد منهم 100 فولت الريفرس فولتج. اذا لو طلعنا هذول التو دايودز، لو نزلنا اول شيء احد الاشياء بنشوفها هون، هي اذا بتطلعوا هون راح تلاقوا هاي 8 امبير، هذا هو الفورورد كارنت. اذا الفورورد كارنت تبع هذا الدايود بيقدر يتحمل فورورد الافرج فورورد كارنت 8 امبير، والريفرس بلوكينج فولتج 800 فولت و1000 فولت حسب نوع الدايود اللي بنختاره. اذا هذا الريفرس فولتج اللي هو الفولتج اذا حطيته ريفرس على الدايود بيقدر يعمل له بلوك، ما بمر بيقدر يعمل بلوك لهذا الفولتج. هذا ريفرس فولتج وهذا فورورد كارنت، افريج فورورد كارنت اللي بعمل ريكتيفيكيشن. بتتذكر حكينا انه الباكج، هذا الباكج تبعت هذا الدايود اللي هي الباكج اللي هو محطوط فيها، هاي القطعه من هون معدنيه عشان اقدر اشبكها بايش؟ هيت سينك عشان اقدر اتخلص من الحراره. وهاي الباكج اسمها تي او 220، تي او 220 بتوصف شكل الباكج، حجمها طولها وعرضها وارتفاعها. واذا بنطلع بالداتا شيت بعدين رح تشوفوا انه في عندنا الاحجام تبعتها الطول والعرض والارتفاع تبع هذه القطعه. فمثلا اذا جينا طلعنا هون في نهايه الداتا شيت رح نشوف معطينا كل التفاصيل تبع الدايمنشنز تبعت هذه الباكج. الباكج هون مثلا معطيني عرضها هو بي، وبي بقدر اطلعه من هون بالانشز او بالمليمترات، ومعطيني كمان مينيموم وماكسيمم. ليش في مينيموم وماكسيمم للقيم؟ ليش ما اعطاني قيمه واحده؟ ممكن بالحراره اعطاني العرض هون، العرض القطعة هاي اعطاني له مينيموم فاليو وماكسيمم فاليو. حسب انت شو بدك حاجتك لها. لا لا مش ما راح تتمدد لهالدرجه. نعم انه ممكن يكون في مختلف. ليش مختلف؟ تصنيع خطأ. تصنيع احسنت، شكرا، ما راح اعطيك مسألات ثانيه. التصنيع في عنده تولرنس، ما في مصنع بيقدر يطلع لك قطعه بالضبط، مزبوط. هلا انت عشان تعمل حسابك بقول لك دير بالك، هذا مصنع بيطلع مرات بكون بين القيمه، بس انا بضمن لك يا ما يكون اقل من المينيمم ولا يكون اكثر من الماكسيمم. فانت لما بدك تصنع وين بدك تحطه وكيف بدك تركبه بتقدر تاخذ بعين الاعتبار انه هاي هي بسبب التولرنس تبع التصنيع. الهندسه كلها فيها تولرنس، ما في رقم واحد. اي قطعه بتروح تشتريها راح اقول لك هاي القطعه نومينالي هي طولها متر، لكنها ممكن تكون بلس ماينس مثلا 0.5 ملليمتر. ما فيش مصنع هلا اذا بدك تحسن التولرنس شو بصير؟ بكلفك اكثر. بدك تروح على عمليه تصنيع مختلفه تماما حتى تقدر تجيب تولرنس اقل. اذا هون اعطاني كل الاحجام والاطوال تبعت الشكل المختلف لهي الباكج عشان ميكانيكيا اعرف وين بدي اثبتها. هذه اللي هي جي او 22 الباكج 2 ليد، يعني لها بس 2 تيرمينالز. فهذا بالنسبه للمواصفات الميكانيكيه. هلا احنا اللي يهمنا بدنا نطلع على احد الاشياء اللي يهمنا نطلع عليها هون، عندي 175 الاوبريتنج جنكشن تمبرشر اللي سال عنها زميلكم قبل شوي. 175 درجة مئوية ما بصير الجنكشن تمبرتشر في داخل الدايود ترتفع عن هذه القيمة ولا بخرب. وطبعا الأحسن إني أحاول أصممه على درجة حرارة أقل. كيف أصمم درجة الحرارة؟ على إيش بتعتمد درجة الحرارة؟ بتعتمد على درجة حرارة الجو، على الهيت سينك إذا أنا مركب هيت سينك فيها، وهي كل الأشياء هي بدي أخذها بالاعتبار. بتعتمد على الثيرمال ريزيستنس، كيف انتقال الحرارة في داخل هذا الدايود اللي كمان هذا موجود عندي معطيني بالإضافة إنه طالب مني 175 درجة مئوية. في عندي هون جدول اسمه ثيرمال كاركترستكس، اذا بتطلعوا عليه هون، والثيرمال كاركترستكس بيوصف لي قديش المقاومة من الجنكشن للكيس، المقاومة الحرارية هون مش المقاومة الكهربائية، اللي هي سهولة انتقال الحرارة من مكان إلى مكان. إذا رح نحاول ناخذ سكشن، إذا بزبط معنا بكفي الوقت والفصل رح أحاول أعطيكم سكشن أسبوع مثلا، أقضي أسبوع أو محاضرة على التصميم الحراري للباور إلكترونيك كومبوننتس. طيب احنا بدنا نفتش على اربع اشياء حكينا. بدنا نشوف الفورورد بلوكينج فولتج، الريفرس بلوكينج فولتج اللي هو الفولتج اللي بيقدر يتحمله الدايود يعمل له بلوكينج الريفرس. وكنا رسمنا هون الرسمه، اذا بتشوفوا في الريفرس في عندي نقطه معينه بوصل الفولتج هذا البطل يقدر يعمل بلوكينج لهذا الفولتج. والفورورد كارنت ايش الكارنت اللي بيقدر هو يمشي
بيمشي في فورورد. هلا اذا بتطلع هون على الالكتريكال كاركترستكس رح نشوف هدول. رح نشوف اول شيء عندي هون بيك ريبيتيتيف ريفرس فولتج وركينج بيك ريفرس فولتج ودي سي بلوكينج فولتج. هون معطيني نفس القيمه لهم بس في قيمه للدايود الاول وفي قيمه للدايود الثاني. في واحد لواحد منهم 800 فولت ولواحد منهم 1000 فولت. معنى هذا انه انا هذا ما بقدر استعمله في دائره الفولتج مثلا فيها اللي بدي اعمله بلوكينج بيزيد عن 1000 فولت او 800 فولت. يعني بدي اختار كمان لازم احط انا كمان مارجن. لازم احط ايش مارجن بالعربي؟ هامش. بحط هامش او اصمم مع 600 فولت. بتقول انا بدي احتاط ما بدي اشتغل على فانا راح اشتغل على مثلا 600 فولت وبدي اختار دايود يكون 800 فولت او 1000 فولت يعني يكون عندي هامش. اذا هذا ما بقدر يعمل وممكن يتلف هذا الدايود اذا تعرض للريفرس فولتج اكثر من هذا الفولتج. يعني ما بقدر اشتغله على 1200 او 1300 فولت. والشيء الثاني اللي بيهمني من هون اللي هو الكرنت. ولذلك بتلاقوا هذا الدايود اهم رقمين فيه شو هم؟ اهم رقمين لما بختارهم الفورورد كرنت والريفرس فولتج. واضح؟ الفورورد كرنت 8 امبير والريفرس فولتج 800 فولت. ولذلك بتلاقوا شو يعني ايش كان يصرخ صاحب الشيت ويحكي لنا انه هذا الدايود فخم وايش كان حاط لي اول شيء هون؟ حاط لي هون 8 امبير 800 فولت ل 1000 فولت. ماشي واضح؟ هدول اهم رقمين. الرقم الثاني بتهمني الليكج كرنت ولا بس هدول هم اهم رقمين لما تروح تختاره. يعني انت لما تدخل على المحل وتقول له اعطيني عمو دايود ايش اهم رقمين بهموك انك تذكر له اياهم؟ 8 امبير و1000 فولت. هدول اللي بنهتم فيهم. هلا بعدين هذيك الاشياء الثانيه بدك انت تستعلم عنها. فبنيجي ننزل هلا هون بدنا نعرف ايش كمان. اذا عرفنا احنا الفولتج الفورورد كرنت والريفرس فولتج شو ضل بدي اعرف؟ بنحب نعرف الليكج كرنت. الليكج كرنت هلا مذكور هي مذكور هون ماكسيمم انستنتينيوس ريفرس كرنت. احنا اصلا الايديال دايت مفروض ما يكون في ريفرس كرنت مش هيك؟ المفروض يعمل بلوكينج بس البراكتيكال دايود في ريفرس كرنت اللي سميناه احنا عاده احنا بنسميه بالكتب بنسميه الليكج كرنت اللي هو قيمته 500 مايكرو امبير على درجه حراره 100 و25 مايكرو امبير على درجه حراره 25. وحكينا السبب انه مقاومه السيمي كوندكتر بتقل بارتفاع الحراره فهذا بسبب لي هون كرنتس مختلفه على الليكج. وعندي هون الانستنتينيوس فورورد فولتج هو الفولتج اللي عند النقطه هاي اللي هو عند الركبه مرات بنسميها بالانجليزي ذا لين اوف ذا كيرف اللي هو عندي عند هذه النقطه هو الفولتج الفورورد فولتج اللي بيصير على الدايود لما يكون موصل اللي هي قيمه صغيره. هلا احنا في السمول سيجنال في الدايود الصغيره شو كان؟ كانت القيمه 0.7 للسيليكون و 0.5 للجرمين. لكن هون تذكر انه عمالي بحمل كرنتس عالي لاني بحمل كرنتس عالي في مقاومه الدايود نفسه كمان بتسبب فولتج دروب. فعندي قيمتين هون على درجتين حراره مختلفه على نفس الكرنت اللي هو 8 امبير اللي انا بتوقع اني احمله. هون عندي 1.5 فولت و 1.8 فولت. في شغله ثالثه احنا ما دخلنا فيها بالتفصيل. في عندي هون ماكسيمم ريفرس ريكفري تايم قديش بده وقت الدايود حتى يقدر يرجع يعمل بلوكينج او يرجع للوضع الاصلي. معطيني رقمين هون ايش الوحدات تبعتهم؟ بالنانو سكند. ولذلك هم مسميين هذول الدايتس فاست ريكفري سريعين يعني سريع بيقدر ينتقل من حاله الى حاله. هي هون الترا فاست ريكتيفايرز هاي الترا فاست اي سيريز وذ هاي ريفرس انرجي كابابيلتي. هذول تقريبا بيهموني. فلو انا جبت لك بالامتحان رح اطلب منك تطلع لي هذول الاربع اشياء تعلق على اشياء مختلفه في الديتا شيت. المفروض هلا رح ننزل هذول الثلاث ديتا شيتس اللي جبناهم ايمن وممكن نعطيه حتى بونس بوينتس هلا بنشوف نتناقش فيها. في اسئله على هاي؟